من أكثر المشاكل الصحية اللي تمر علي بالعيادة يومياً أشوفها هو جفاف الجسم من السوائل، خاصة عند النساء. مو معناته الرجال ما فيهم، ولكن النساء أكثر، وذلك لما يترتب عليه من مشاكل صحية: جفاف البشرة، تساقط الشعر، مشاكل الكلى، نقص في الطاقة، تغير المزاج، وأمور كثيرة جداً 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 تترتب عليها نقص السوائل في الجسم. لذلك واحد يقول شنو الحل؟ أشرب ماء؟ هو حل طيب، ولكن السوائل في الجسم لا تعتبر فقط H2O ماء، هي ماء زائد إلكترولايتس، معادن، والمعادن هي المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلورايد. هذول مكونات الماء، هذول اللي يمسكون الماء داخل الجسم ويخلون الجسم يستفيد منه بشكل كبير. لذلك وايد ناس يشربون ماء وايد وما يزال الجفاف عندهم في جسمهم. شنو الإلكترولايتس وشنو الحل؟ شلون نعالج الموضوع؟ 4 طعمة ركز عليها: عالية جدا بالسوائل وعالية جدا بالإلكترولايتس، تحل موضوعك بالكامل وتشبع الجسم بالماء. الطعام أو الشراب الأول يعوض نقص السوائل اللي بجسمك أسرع وأكثر من الماء نفسه، اللي هو ماء جوز الهند، الكوكونات ووتر. تكوينته تحتوي على نفس بالضبط تكوينة العرق اللي تطلع من أجسامنا: صوديوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، كلورايد. تلعب رياضة وايد، تعرق وايد، ثبت ماء جوز الهند بحياتك، يقي من الشد العضلي. أنا واحد ثبتته في حياتي، خطير وعجيب وطبيعي 100%. الطعام الثاني الرقي أو الحبحب أو الجح، اختلفت المسميات والفاكهة واحدة، من أكثر الأطعمة بالعالم تعويضاً للسوائل داخل الجسم، وعالي جداً بالمعادن اللي قاعد نذكرها مساعة. تمسك الماء في الجسم تأكل لك ربع رقية وانت مو حاس، شنك شارب 3 أكواب من الماء وانت مو حاس. ما تشرب ماء؟ كثر من الرقي. الطعام الثالث الخيار. إيه الخيار، لا يطيح من عينكم الخيار يا جماعة. أول شيء قليل جدا بسعرات حرارية، 92% من مكوناتها ماء. رقم 3 يحتوي على الكولينج إفكت، مبرد للجسم يعتبر، لما الواحد يأكله يبرد جسمه خاصة اللي فيه حرارة. ذاك تشوفون السباز ومحلات المساج هذول يحطون الخيار بالعين، ليش؟ كولينج إفكت، يبرد على منطقة العين. 2 يحتوي على معدن السيليكا، السيليكا هذا يقوي الكولاجين اللي موجود في البشرة، جميع البشرة بس يحطونها على العين عشان يشدون التجاعيد اللي موجودة هنا. والطعام الرابع والأخير الفواكه الحمضية، ركز عليها: برتقال، أفندي، كيوي، أناناس، عالي جدا بالفيتامين سي، خواص ممتازة لشد الجلد، يقوي المناعة، وفوق هذا كله يعتبر ممتاز بالأملاح اللي تونا ذكرناها اللي تمسك الماء داخل الجسم. أختم، ما عليك من اللي يقول لك اشرب 8 أكواب ماء باليوم، ترى ناس يحتاجون أكثر ناس يحتاجون أقل. الأهم هل عندك الأملاح اللي تمسك السوائل داخل جسمك أم لا؟ لذلك نصيحتي اشرب ماء.